نيجي على المقارنة بين النوعين. Synchronous Stream Cipher راح يستخدم الكي ستريم independent of plain text and cipher text، مثل ما عرفنا أو شفنا بالشكل السابق أنه plain text يشتغل بمعزل عن الكي، ويعني أنه يكون كل كي خاص بالplain text ويحصل لي على السايفر. هنا أنا لا، هنا أنا دي يعتمد independent، دي يعتمد عليه من على الاوتبوت اللي راح يطلع من السايفر تكست او البلين تكست والعكس صحيح. هنا أنا not propagating errors، هنا أنا ما ينشر الاخطاء، لانه الخطا اذا حصل راح يحصل ببت واحد فقط. هنا أنا limited errors propagation، راح يكون هنا أنا محدود بالاعتماد على طول المسج. active attacks can be easily be detected، هنا أنا بسهولة جدا اقدر اميز او اكتشف الاكتيف اتاكس، هنا أنا ما اقدر اكتشفها. وهنا أنا اكزامبل اللي هو الار سي 4، وهنا أنا يعني هذه انواع اللي تستخدم للتشفير، وهنا أنا السي اف بي. ان شاء الله على المحاضره القادمه راح انزل لكم مثال عن السي اف بي، ونكمل على البلوك سايفرز والانواع مالتها وامثلتها. شكرا لكم لاهتمامكم، ومع السلامه.